بص مبدئيا كده خلينا في الاول نتفق على حاجه اساسيه وبديهيه جدا، ان الانسان اخترع الهزار والتهريج لسبب واحد مفيش غيره، اللي هو ايه؟ الضحك. ياه اندهشت انت؟ ها طبعا. طب اوضحها لك تاني عشان واضح ان انت ظريف وهتتعبني. يعني سؤال بسيط، احنا بنهزر ليه؟ الاجابه بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نتبسط، نفرفش، نقضي وقت لطيف، نمرر موقف سخيف، ندوب التلج. مظبوط؟ متفق معايا؟ تمام. المشكله بقى ان في ناس ما وصلتش للنتيجه دي لغايه دلوقتي، ما عندهاش المعلومه السهله اللي انت اتريقت عليها دي، فبتهزر انواع من الهزار ملهاش اي لازمه. زي مثلا ايه؟ الهزار التنح، لما حد ظريف خالص يقرر يخبي موبايل صاحبه او مفاتيحه، يخبيها بقى كتير، فاهم؟ يعني يوم كامل، والتاني بقى بيدور ويسأل، يسرق اللي موجودين ويخسر الصحاب ويبلغ الأمن ويقعد يفتكر خط سيره اليوم كله ويمشي عليه بالعكس، ويفتح ألبوم صور وهو صغير يمكن يلاقي خيط يدله على الموبايل. السائل بقى اللي مخبي الحاجة يضحك الضحكة بتاعته ويطلع الموبايل بقى ولا المفاتيح ولا أي بلا أزرق على دماغه كان مخبيه. يا باي. في بقى نوع تاني اسمه الحفلة، أو الاسم العلمي بتاعه مسرح البالون. ده اللي بتكبر في دماغه بقى إيه؟ يمسك واحد بدون مناسبة ويطلعه على المسرح، يستلمه سلخ طول القعدة. فاكر يالا لما ابوك مره نزلك من البيت حافي فجاه والعلبه تضحك، ايه القميص اللي انت لابسه ده؟ ماما بوظت الانتريه ولا ايه؟ يا ساتر. في رجاله بقى بتهزر هزار في نفس السكه الغبيه دي مع مراتاتهم كمان، تخيل. ده اسمه هزار الغبي، مش الهزار الغبي، لا، هزار الشخص الغبي. دول بيهزروا بالتهديد بالخيانه، يقول لها انا شكلي بقى اتجوز عليكي تاني بقى ولا ايه؟ اتجوز انت غبي، يلا انت بتعمل ايه؟ ايه دي؟ فين الافيه يا دي؟ انت كده بهدلت نفسك على المدى القريب وعلى المدى البعيد كمان. القريب مبدئيا ان انت هتتغدى عند امك الاسبوع ده كله. طب ما دي حاجه كويسه. لا، حاجه كويسه لما تبقى رايح بكرامتك، لما تروح وانت لامم غياراتك والبطاطين الصوف بتاعتك عشان هتعيش هناك، مش حلوه. المدى البعيد بقى انك خوفتها منك يا ناصح، هتعيش متفايش بقيت عمرك بقى، مدى الحياه شك وسين وجيم وتحريات ومعمل جنائي وسنين سودا. اي خيانه زوجيه تحصل في دايره عابدين كلها هيجيبوك انت. في بقى هزار النينجا بتاع الرحلات اللذيذه بقى، اللي هو لما تصحي حد بجرد الميه متلجه على دماغه في الشتاء، او تحط له قرطاس ورق بين صوابع رجليه وتولع فيه، او تكسره رجل الكرسي اللي هيقعد عليه، تلبسه حزام ناسف مثلا، تفجره من بعيد، عشان يبقى لذيذ بقى. يا باي. وطبعا النوع اللي انا عمري ما فهمته ابدا، الهزار بالايد. مش فاهم ليه بيعملوا كده؟ زي الخناقات بس ان شاء الله العظيم، ايه مش كده؟ بيفعص لك نضارتك ويقطع لك قميصك، بس ان شاء الله، اللي ايه؟ ومبسوط خالص وبيهزر، ولو زعلت يتضايق او استغرب، ماله ده سخيف ولا ايه؟ ده انا هزر، ماله هزر مع بعض في ايه؟ في بقى النوع اللي هو الهزار بالاكراه، اللي هو حكم بالهزار، ده اللي بتتعرض له وانت في موقف ضعيف يا ولداء، ولا تملك الا ان انت تسمع وتوافق وتضحك على الافيهات اللي بتوجع دي. زي مثلا هزار اي واحد يوقف واحده في لجنه مثلا، بص في رخصها كده يقول لها ايه ده حضرتك مدرسه؟ يقول لك مره الظابط اتجوز مدرسه خلفه سلاح التلميذ. لازم هتعمل ايه؟ هتضحك. في هزار دكتور السنان مثلا، وانت فاتح بقك ومريل ومتبنك كده والشنيور شغال جوه، وتلاقي الدكتور بقى بيتجلى ويقول لك مره دكتور السنان اتمسك حبسوه في سيجنال 2. في تصنيف خاص بقى اللي هو هزار البنات، زي ما الرجاله ليهم هزار سخيف، البنات ساعات بتروح في حتت من الهزار وحشه خالص. انا بالنسبه لي هزار البنات ده لما يتكلموا بطريقه الاطفال ده، الامه قدرها العلماء بوقوع عمار عليك، نفس الالم بالظبط. انت عارف ان انا مشكلت ولا حاجه خالص من الصبح، انا سحلانه وكحانه يا ربي. لا لا لا، انا ولا اي حد في الدنيا بيشوف ده لطيف خالص، وحياه ربنا انا شايف واحده كبيره قدامي وناضجه بتحاول تعمل نفسها معاقه، على فكره دي صورتها قدام العالم كله، اعرفي كده يا ماما ده شكلك. ويا لهوي بقى لو بنات كتير بيهزروا مع بعض الهزار ده، اضرب اللزوجه دي في مليون بقى، اللي هو ازيكم يا بنويت، ازيك يا حلوه، وحشاني يا جموله، ببوسك. طب ما تبوسها يعني، ليه بتقول لها المعلومه في الزمن المضارع؟ دي اوحش حاجه في الدنيا فعلا. الاولاد برضو يعني مهما بلغت بشاعتهم في الهزار هيوصل لايه يعني؟ يضربوا بخشبه في وشه ويغزه ويولع له بيته، حاجات بسيطه يعني مش قصه، لكن لا يمكن توصل للاذى بتاع كلمه بنويت اللي في هزار البنات. لا 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 يا ساتر، لا لا، غزين احسن، احسن من بنويت بكتير. بالمناسبه بقى حاجه اخيره معلش، الهزار والتنكيت ده القاء وموهبه ملكه يعني، مش عند كل الناس. فلو حضرتك ما بتعرفش تقول نكت، ارجوك ما تقولش، لانها مش بس ما بتضحكش، لا هي بتقلم، بتباك فاير وبتزعل. ففكره انك تقول نكته طويله جدا وتقولها غلط كمان ونقعد نصلح لك وانت تكمل برضه ومصر، دي وحشه قوي، فبلاش يعني. لاقي عمه مثلا، احنا في تجمع عائلي ظريف، فتلاقيه عاوز يقول بقى كمل النكته، بقى له ربع ساعه بيحكي، بقول لك فالياباني بقى ايه رجع تاني بعد ما، لا يا عمه ده كان الفرنساوي. ايوه قصدي الفرنساوي بقى، قال للراجل اللي هو، لا يا عمه قال للست، قال لمامته. قال لمامته، لا حرام والله انت بتعذبنا كده، والنبي ترتاح يا عمه ونضحك من غير، يلا اولاد نضحك لعمه. نضحك لعمه كلنا من غير نكت وخلاص، خلينا نروح. وساعات يقول نكته مشهوره جدا، وطبعا بيقولها لنا للمره 47 في حياتنا من واحنا عيال صغيره، وبرده بيقولها
النهاية غلط. مرة واحد راح قال لي الخضرة عندك ملوخية خضرة؟ قال له لا. قال له طب هات لي أي حاجة تانية. لا يا عمو هي هات لي أي لون تاني. عمو أبوس إيدك، مش ممكن، لا عارف يقولها وخربها ولا أداوي. بس صدق هي راح له الخضرة أنا مش هدف بعدها. والله عظيم ظريفة، والله ظريفة، الله يا ياد بنهزر ياد، مالك يا ياد بنهزر، ما تبقاش بقى تبقاش انت كده.